للجميع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بداية دعوني أحبائي حبيباتي التلاميذ، كما أحب أن أناديكم دوما، نرحب بالضيوف الكرام ترحيبا خاصا وتحية حارة منكم إليهم التلاميذ الأعزاء. فخورين جدا بمجيئهم إلينا وبمشاركتهم لنا هذا الافتتاح المبارك للأسبوع الثقافي الأول بالمؤسسة، والذي اختير له كشعار: لا لوهم السعادة في جحيم المخدرات، نعم للحياة. اختير هذا الشعار ليس بمحض الصدفة، وإنما نتيجة المشاهد اليومية التي تدمي القلب، مشاهد التعاطي لأنواع وأصناف من المخدرات، مشاهد نراها يوميا بالأزقة، بالشوارع، بمحيط مؤسسات تعليمية، وأحيانا حتى داخل المؤسسات التعليمية. لذلك نأمل أحبائي حبيباتي وأعزائي الضيوف أن يستفيد فلذات أكبادنا من عدد من الفقرات التي سطرت في هذا البرنامج، برنامج الأسبوع الثقافي الأول، لأن دورنا هو أن نوعيكم أحبائي حبيباتي، ودوركم أن تستشعروا خطورة التعاطي لأي نوع من المخدرات. طبعاً تعددت الأسماء: الكالة، النفحة، المعجون، وأشياء أخرى باقي لا تدخل عندي في الثقافة. تعددت الأسماء والأثر، للأسف والأثر والتأثير واحد، وهو تدمير عقولكم أعزائي عزيزاتي، تحطيم طموحاتكم أعزائي عزيزاتي، والقضاء على مستقبلكم أعزائي عزيزاتي. إذن أكرر، دورنا أن نوعيكم ودوركم أن تستشعروا هذه الخطورة. ثانياً، أود أن أوجه وافر الشكر وعظيم التقدير لجمعية آباء وأولياء تلاميذ هذه المؤسسة، وعلى رأسهم رئيس هذه الجمعية السيد رضوان فاروقي. تحية